كول اوف ديوتي. منذ إطلاق لعبة كول اوف ديوتي وورزون وجميعنا يلاحظ وجود بوابات مغلقة منتشرة في الخريطة وعليها أرقام من 0 إلى 11، ومنذ آخر التحديث جميعنا يسمع صوت الهواتف حول الخريطة، ومن منا لم يجد ريد كارد أو بطاقة حمراء داخل أحد الصناديق. خلال هذا الفيديو سيتم شرح الموضوع بشكل مفصل وكامل. وقبل أن نبدأ نتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ونشر الفيديو. يوجد في الخريطة 12 بوابة مغلقة منتشرة في أماكن مختلفة ومخفية، وهي مرقمة من 0 إلى 11. هذه عبارة عن بوابات لتسويات أو أقبية، وتحتوي على العديد من الصناديق والأسلحة والنقود وغيره. ولكي نتمكن من فتح هذه البوابات يوجد طريقتين. الطريقة الأولى وهي الأسهل، أن نجد الريد كارد أو الكرت الأحمر. بعد التحديث الأخير العديد منا وجد الريد كارد في الليجندري بوكس، وبعض اللاعبين وجدوه في الصناديق العادية. وفي حال وجدت البطاقة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن الريد كارد تفتح بوابات محددة وليس كل البوابات. الريد كارد تفتح البوابات ذات الأرقام 0 4 5 6 9، علما أن الذي يميز هذه البوابات وجود ضوء أخضر في أعلى البوابة. وعند الدخول داخل هذه البوابات نجد العديد من النقود والأسلحة والصناديق، بالإضافة لوجود بوابة أخرى، لكن لم نتمكن من فتح البوابة حتى لو تم استخدام بطاقة أخرى. ومن المتوقع أن يتم فتح هذه البوابات في الموسم الرابع. وعند زيارة هذه البوابات نجد أن عددا منها يوجد عليه ضوء أخضر في الأعلى، وجزء منها لا يوجد عليه أي ضوء، وبوابة واحدة عليها ضوء أحمر في الأعلى. وحسب ما تم شرحه باستخدام البطاقة الحمراء تمكننا من فتح البوابات التي يوجد عليها ضوء أخضر في الأعلى، وللأسف لم يتمكن أي أحد من فتح البوابات التي لا يوجد عليها ضوء لغاية الآن. أما البوابة الوحيدة التي يوجد عليها ضوء أحمر في الأعلى وهي البوابة التي تحمل رقم 11، تمكننا من فتح البوابة رقم 11 بطريقة أكثر تعقيدا. فعند محاولة فتح البوابة رقم 11 يتم طلب إدخال نمبر ستيشن كود وليس أكسس كود كباقي البوابات التي تمكننا من فتحها باستخدام الريد كارد. وهنا يأتي دور الهواتف التي سمعنا صوتها مؤخرا أو حاولنا استخدامها. عند محاولة استخدام الهواتف نسمع 2 يتكلمون مع بعضهم البعض باللغة الروسية، أو كان الهاتف يصدر صوت يشبه صوت الشفرة. وعليه نجد أن هناك نوعين من الهواتف، النوع الأول يصدر صوت شبيه بصوت الشفرة، أما النوع الثاني فنجد أن 2 يتكلمون مع بعضهم البعض وباللغة الروسية. وعند ترجمة الكلام الصادر من الهاتف نجد ما يلي: جميع الوحدات التي تم ربطها بالقاعدة غيرت الشفرة إلى، وبعد ذلك يرن الهاتف مرة أخرى ويتم ذكر 3 أرقام باللغة الروسية وهي من 0 إلى 9. هذه الأرقام هي المهمة أو المقصودة، ولكي تفهم الأرقام باللغة الروسية يرجى سماع ما يلي: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. من الجيد أنه يمكن سماع الهاتف لأكثر من مرة، مع ملاحظة أنه في بعض المرات كانت الهواتف مشغولة، ومن هنا نتوقع أن أحد اللاعبين كانت له الأسبقية في فتح البوابة أو الحصول على الأرقام. فيما يلي أماكن الهواتف التي يمكن استخدامها للحصول على الأرقام والمتواجدة في الخريطة، لكن ما هي الخطوة التالية بعد الحصول على الأرقام؟ وماذا تمثل الأرقام؟ هذه الأرقام أو الشفرة تمثل أرقام هواتف منتشرة في الخريطة، وكل ما عليك هو الذهاب إلى هذه الهواتف وبالترتيب والضغط على الهاتف وبعدها الذهاب إلى البوابة رقم 11. لكن يجب مراعاة الترتيب في هذه الأرقام، فإذا كان الكود 751 فيجب الذهاب أولا إلى الإيربورت أو المطار، وبعدها الذهاب إلى التي في ستيشن، وبعدها الذهاب إلى الداون تاون، ثم إلى البوابة رقم 11. فيما يلي شرح أماكن تواجد الهواتف: 0 متواجد في الميليتري بيس في الطابق الثاني،
واحد متواجد في البانك داون تاون في الغرفة الظاهرة في الفيديو مقابل الشاشة. اثنين متواجد في لوزوفو باس في المبنى الملاصق لمبنى الشقق في الطابق الثاني لمتجر الأسلحة. ثلاثة متواجد في كوري موجودة في الجزء الخلفي للمبنى في الطابق الأرضي. أربعة متواجد في البوليس ستيشن في شمال لمبر في مركز الشرطة في الطابق الثاني. خمسة متواجد في التي في ستيشن وهو الأصعب بينها لوجود هواتف كثيرة منتشرة في المبنى، مع التنبيه بوجود هاتف آخر يمكن الحصول من خلاله على الشفرة. ستة متواجد في مركز مراقبة حركة الطيران البرج الأبيض في أعلى البرج. سبعة متواجد في الإيربورد أو المطار في التسوية في منطقة الحقائب. ثمانية متواجد في الهوسبيتال في كاونتر الاستقبال. وأخيرا تسعة متواجد في دام لكن في مكان آخر غير المكان المتواجد فيه الهاتف الذي يمكن من خلاله الحصول على الشفرة. فإذا كان الرقم صحيح أو الهاتف المطلوب الذي وجدته صحيح، يكون الصوت الصادر من الهاتف كما يلي: أما إذا كان خطأ فإن الصوت يكون: عند الحصول على الهواتف بالشكل الصحيح وبالترتيب المطلوب وفتح البوابة، يتحول الضوء الأحمر الموجود أعلى البوابة إلى ضوء أخضر وتفتح البوابة. داخل البوابة 11 نجد العديد من النقود والأسلحة وغيرها، ويلاحظ وجود بوابة أخرى لم نتمكن من فتحها لغاية الآن. وبالداخل نجد غرفة أخرى تحتوي على سلاح الـ MP7 نسخة البلو برينت، وعند حمل السلاح يصبح هذه الأسلحة الموجودة لديك وبشكل دائم. في الجانب الآخر نجد فتحة في الجدار يمكن العبور من خلالها، لنجد زجاج لا يظهر من خلاله أي شيء بسبب الضباب الكثيف. ونجد مفتاح أحمر، وعند الضغط على المفتاح يتلاشى الضباب ويظهر لنا رأس صاروخ نووي، قد تكون إشارة لإضافة الصاروخ النووي في اللعبة خلال الموسم الرابع. في الجانب الآخر يوجد غرفة أخرى تتضمن كمبيوترات وأجهزة حاسوب، وعند الضغط عليها تعمل الشاشات، وتعمل شاشات متواجدة في غرفة أخرى وتبدأ بالعد التنازلي من 10 إلى 2 ولا تصل إلى 0 أو 1، قد تكون إشارة إلى أمور أخرى قد تضاف في اللعبة مستقبلا. وهنا نجد أننا تمكننا من فتح بعض من البوابات، لكن يوجد إجابات عديدة لم نتمكن من الحصول عليها. كيف يتم فتح البوابات ذات الأرقام 1, 2, 3, 7, 8؟ كيف يتم فتح الأبواب الموجودة داخل التسويات التي تم فتح أبوابها؟ الصاروخ النووي إشارة لماذا؟ العد التنازلي إشارة لماذا؟ في النهاية نتمنى منكم مشاركتنا في آرائكم وأي استفسارات لديكم، ونتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على زر اللايك إذا أعجبكم الفيديو.